الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. ليس من الصعب استحضار مواقف ومشاهد من عمق التاريخ تثبت رسوخ العلاقات التي تربط الجزائر وروسيا. فكانت زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بكل ما حملته من نشاطات ولقاءات مع مسؤولين في موسكو تأكيدا متجددا على متانة العلاقات الثنائية بين بلدين صديقين. والصداقة في العرف الدبلوماسي تقتضي شراكات متعددة الأبعاد. ولأنها زيارة بطابع اقتصادي وبطموح ترقية التعاون بين البلدين، كان لزاما أن تتوج زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري إلى روسيا بترقية اتفاق الشراكة الاستراتيجية لعام 2001 إلى إعلان شراكة استراتيجية معمقة تعكس الحرص المشترك لتكثيف التعاون والاستفادة من أوجه التكامل الاقتصادي. اتفقنا على المضي بالعلاقات الجزائرية الروسية إلى المزيد من التعاون، وهو ما يعكس توقيعنا على تصريح الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي يشهد على حرصنا المشترك لتكثيف وتوسيع التعاون بما يتماشى مع مستوى علاقاتنا التاريخية التي تمتد إلى أكثر من 60 سنة، وذلك من خلال اعتماد خارطة طريق طموحة للتعاون الثنائي يهدف إلى الاستفادة من أوجه التكامل الاقتصادي بين البلدين. وقعنا حزمة من الاتفاقيات الحكومية المهمة والهادفة إلى المزيد من تعزيز التعاون في مختلف الاتجاهات، من بينها نشير إلى بيان الاستراتيجية المعمقة، وهي وثيقة ثانية مهمة وتم عبرها تحديد أولويات واضحة للتعاون على المدى البعيد. تعاون تجلى أيضا من خلال إشراف الرئيسين على توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشكل تعبيرا واضحا عن الحركية التي تطبع العلاقات الجزائرية الروسية خلال السنوات الأخيرة. إن التوقيع الذي تم اليوم على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم يعكس بوضوح طموحنا إلى توسيع نطاق التعاون، وبهذا الخصوص أعرب مجددا عن ارتياحنا لمستوى العلاقات بين بلدينا والديناميكية التي تطبعها خلال السنوات الماضية، وسنعمل على الارتقاء بالتعاون عبر تشجيع التبادلات الاقتصادية والتجارية وتنشيط الشراكات بالاستفادة من أوجه التكامل الاقتصادي المتاحة في البلدين ومن تجربة فيدرالية روسيا في كل ما يدين صناعية، صنع الأدوية، فيما يخص الميكانيك، وكل مجالات مفتوحة للتعاون. إنها مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات بين الجزائر وروسيا، يفتح الرئيسان عبد المجيد تبون وفلاديمير بوتين أبوابها.
وبقدر تاريخ الجزائر وحاضرها وأدوارها الريادية إقليمياً وقارياً ودولياً، كان الاستقبال في الكرملين تجسيداً لطموح يحذو الجانبين لتوسيع دائرة الشراكة. وأمام تحديات الوضع الدولي الراهن وما تفرضه من استقطاب عالمي، تبرز الجزائر بدبلوماسيتها الموثوقة طرفاً مصدراً للسلم، تلقى جهودها ومساعيها ترحيباً من أطراف النزاع في العالم كله، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا. إمكانية توسط بين صديق دولة صديقة روسيا الفيدرالية وأوكرانيا فيما يخص النزاع القائم حاليا. شاكر له هذه الثقة وستكون في محلها. Учитывая, что Алжир является участником контактной группы Лиги арабских государств. الجزائر عضو في مجموعة الاتصال العربية حول أوكرانيا. شرحت لزميلي الجزائري الرؤية الروسية والأسباب الحقيقية لهذا النزاع. شاكرين للجزائر وللرئيس الجزائري استعداده لتقديم جهود الوساطة. وإن حملت زيارة الرئيس تبون إلى روسيا طابعاً اقتصادياً، إلا أنها كانت أيضاً فرصة لتجديد تطابق المواقف في العديد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية والوضع في الساحل ومالي والقضيتان الفلسطينية والصحراوية. لقد تطرقنا بطبيعة الحال كأصدقاء لعلاقات الثنائية في مختلف الميادين وسبل تعزيزها، وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا. وفي هذا الصدد أسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى تجاه الملفات التي تناولناها بالحديث، ومنها قضية النزاع في الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل والقضية الفلسطينية
والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كما تطرقنا إلى ما يجري في ليبيا. عقيدة الجزائر الثابتة في سياساتها الخارجية ومواقفها التي تقدس سيادة الدول واستقلالية قراراتها كانت الحاضر الأبرز في منتدى سان بيترسبورغ الذي شارك فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضيف شرف. أرد على ذلك بكلمة واحدة، أن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. هذه الإجابة كما نعتقد كاملة ولها دلالتها. الطبعة 26 لمنتدى سان بيترسبورغ دخلها الرئيس الجزائري ومعه جملة من الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة التي باشرتها الجزائر وخلقت بموجبها بيئة استثمارية واعدة. تشهد الجزائر مرحلة مهمة في مسيرتها التنموية الشاملة من خلال استراتيجياتها الوطنية، حيث أصبحت حالياً وجهة للاستثمار واعد بفضل الإصلاحات المحورية التي جسدتها الحكومة والتحفيزات العديدة التي كرست مناخاً محفزاً لمتعاملين اقتصادياً في بلد عازم على تنفيذ خطة استثمارية طموحة في السنوات المقبلة، لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية والفلاحة والمنتجات الصيدلانية والصناعات المختلفة. لم يكن الرئيس الجزائري ليفوت فرصة الوجود في أحد أكبر التجمعات الاقتصادية العالمية دون دعوة المتعاملين الاقتصاديين إلى استكشاف فرص الاستثمار التي تمنحها الجزائر والضمانات التي تقدمها التشريعات المعتمدة خلال السنوات الأخيرة. هذه الوتيرة ستزداد سرعة انطلاقا من سنة 2023، يعني السنة الحالية، بوضع قانون استثمار جديد يعطي كل امتيازات للمستثمرين ويعطي للمستثمرين كذلك حماية خاصة، بحيث لأول مرة منذ استقلالنا بعد إمضاء قانون الاستثمار الجديد نشير مباشرة بعد إصدار القانون كل النصوص التطبيقية، وتقرر في الجزائر أن هذا القانون سوف لن يتغير لمدة 10 سنوات بالأقل حتى نعطي الضمانات الكافية لكل المستثمرين. نهضة اقتصادية متسارعة تشهدها الجزائر في السنوات الأخيرة وبيئة استثمار واعدة كانت أيضا محور منتدى رجال الأعمال الجزائرية الروسية الذي أشرف عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته روسيا. يجدر التذكير بالإجراءات العملية التي تجسدت في إطار هذا المسار، ومنها إنشاء وكالة لترقية الاستثمار لمرافقة الراغبين في إطلاق مشاريعهم الاستثمارية من المتعاملين الجزائريين والأجانب. إن أمامكم فرص حقيقية لاستكشاف إمكانيات التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات، خاصة وأن الجزائر مقدمة على تنفيذ خطة استثمارية في السنوات المقبلة. اليوم الجزائر فيه نهضة اقتصادية تمشي بوتيرة سريعة جدا، تداركا لما فاتنا من وقت وما فاتنا من فرص استثمار وتبادل استثماري مع أصدقائنا ومع إفريقيا ومع البحر الأبيض المتوسط.
لأن لمدة طويلة الجزائر كانت تعتمد فقط على المحروقات، واليوم تقرر من خلال السياسة الجديدة للجزائر أن نتحرر نهائياً من المحروقات. قررنا أن الصادرات الجزائرية ستكون في مستوى 7 ملايير دولار آنذاك. وإن كانت العلاقات الجزائرية الروسية يشهد لها بالمتانة منذ عقود، إلا أن زيارة الرئيس تبون عمقت الشراكة وعبدت الطريق نحو آفاق واعدة تستجيب لتطلعات قائدي البلدين وشعبيهما. أود أن أشكر الرئيس الجزائري على كونه وجد متسع من الوقت ليأتي إلينا. الكل من الحضور يفهمون ما معنى الوصول إلى موسكو والانضمام إلينا في هذا المنتدى. إنه يستعرض بذلك فخامة الرئيس الجزائري، كونه زعيماً وكونه يحترم مصالحه الوطنية ومصالحنا جميعاً. نحن لدينا علاقات ودية قديمة. الجزائر، نحن نحب الشعب الجزائري منذ 1954 وإلى 62. أنتم حاربتم من أجل الاستقلال، وأنتم خسرتم 1.5 مليون شخص، وحتى بعد حصولكم على الاستقلال 62 أو في 63 64 الجيش الفرنسي أجرى تجارب نووية في الصحراء، وهذا بالقرب من الجزائر. وعلى درب أصبح تقليدا راسخا في زيارات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتماشيا مع سياسة تولي أهمية بالغة لمواطنيها بالخارج، تخلل الزيارة لقاء مع أفراد الجالية في روسيا انتهت بإصداء الرئيس تعليمات بفتح مركز ثقافي جزائري في موسكو. كانت فرصة طيبة جدا للاستماع لانشغالات الجالية من قبل رئيس الجمهورية، وقد لاقت ترحيبا وتفاعلا، ووعد بتلبية كل ما يمكن تلبيته من هذه الطلبات. تطمينات السيد رئيس الجمهورية كانت يعني إيجابية لنا، أعطتنا التفاؤل وإن شاء الله يكون فيها خير. زيارة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون كان فرح كبير لنا وشرف كبير، وإن شاء الله دائما نشرفوا بلدنا في كل مكان. والحمد لله الدولة الجزائرية سهلت لنا في كثير الأمور، حكى عليها اليوم فخامة الرئيس. زيارة أراد لها الرئيسان عبد المجيد تبون وفلاديمير بوتين أن تبقى مكتوبة في سجل تاريخ العلاقات الوطيدة التي تربط الجزائر وروسيا، فتخللتها سلسلة لقاءات أجراها الرئيس تبون مع عدد من المسؤولين السامين في روسيا، وكانت كلها عنوانا متجددا للإشادة بمواقف الجزائر وحيادها وعقيدتها المنبثقة من كفاح شعب خلف أصدقاء لا تتنكر الجزائر لأفضالهم. تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني إلا أن يمنح وسام 20 من المصف للسيد أندري ياكوفليفيتش بافلينكو نظير مساهمته في نزع الألغام الاستعمارية بالجزائر. زيارة الدولة التي أداها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا سيحفظها تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين على أنها محطة فارقة ومرحلة جديدة للتعاون، تماماً مثلما أرادت مدينة موسكو أن تحفظ اسم مؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر في واحدة من أكبر وأجمل ساحاتها. جسور عريقة متجدرة في التاريخ أكثر من 60 سنة، والرموز الرمز الحالي ساحة الأمير عبد القادر تدل على الصداقة العريقة اللي موجودة بين روسيا، الشعب الروسي والشعب الجزائري. احنا فخورين جدا أن يتواجد
أمير عبد القادر في أجمل ساحة في روسيا وفي موسكو عاصمة التاريخ. شكرا لكل أصدقائنا الروس. زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو أثبتت من جديد ثقل الجزائر الدبلوماسية ووقوفها على المسافة نفسها مع كل شركائها، وثباتها على مواقف تضعها في طليعة الدول المصدرة للسلم المدافعة عن حقوق الشعوب، مستندة في ذلك إلى إرث تاريخي من صفحات كفاح الشعب. الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم.